السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. غبنا عليكم والنهاردة رجعنا لكم بمزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط. النهاردة معنا مجموعة كبيرة بسم الله ما شاء الله، لكن إحنا هنقسمها على مجموعات، 3 أو 4 مجموعات، علشان اللي عاوز حاجة يقدر يقول لي عليها. هنقسم مثلا على حسب الالوان. احنا معانا طبعا شايفين حضراتكم الاحمر والبديري والاسود والازازي، فاحنا هنقسم مجموعات على حسب الالوان زي ما قلنا، وهقول لكم برضو على شروط المزاد. الناس اللي دخلت معانا المزاد قبل كده عارفين الشروط، وفي نهاية الفيديو ان شاء الله برضو هنقول لكم، هنوريكم صور من الاهالي وهي راقدة على بيضها على الطبيعة. طيب نبدأ نقسم الحمام او الزغاليل اللي معانا مجموعات. طبعا هي زغاليل معتمدة كلها، زغاليل زاجل، كل الزغاليل كلها زغاليل زاجل يا جماعة، معتمدة على نفسها. طيب اقول شروط المزاد اول، بس قبل ما نبدأ اعمل لايك في الفيديو واشترك في القناة لو مكنتش مشترك عشان يوصلك المزادات اللي بعد كده وفيديوهاتنا ان شاء الله. الشرط المزاد الاول اللي هو الاستلام في دمياط. الشرط الثاني كتابة سعر، انا هحدد سعر الجوز 50 جنيه، بداية سعر المزاد 50 جنيه، وانت شوف الجوز اللي انت عاوزه او المجموعة اللي انت عايزها، اكتب لي في تعليق المجموعة رقم مثلا 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو كل المجموعات أو مجموعتين اللي انت عايزه، وزود عن السعر اللي قبلك أو السعر اللي أنا قلته. لو انت كنت أول واحد يزود على المجموعة دي زود عن السعر اللي أنا قلته، ولو في تعليق قبلك كتب سعر زود عنه، يبقى كده انت مشترك معنا. طيب أنا بصور النهاردة يوم الخميس، ميعاد الاستلام بتاعنا الخميس القادم، يعني نهاية المزاد الخميس 10/6، اخر تعليق يزود يوم 10/6 ان شاء الله. وطبعا في المدة دي اللي هي حوالي 8 ايام الزغاليل دي هتكون كبرت كمان عن كده في ال8 ايام دول. وما تنساش احنا ما بنبقاش خاص، لازم تكتب تعليق على الفيديو على القناة، على الفيديو على يوتيوب وليس الفيسبوك. المجموعة الأولى يا جماعة جوزين زغاليل، هم 4 زغاليل بسم الله ما شاء الله، هم الفيسبوك دول معتمدين على نفسهم بسم الله ما شاء الله، صحة وحجم، زغاليل خالية من الأمراض خالية من الجدري. أهم حاجة يا جماعة الجدري اليومين دول اللي مبهدل الزغاليل زي ما بيقولوا بالضمان، زغاليل خالية من الحشرات. في عرض يا جماعة، في عرض للمنتسبين للقناة، خصم للمنتسبين للقناة، هتلاقي كده ميزة الانتساب جنب الاشتراك، اللي منتسب للقناة او اللي ينتسب للقناة له خصم خاص. وطبعا زي ما الزغاليل خالية من الجدري هي خالية كمان من الحشرات وخالية من الأمراض بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمشتري. ندخل بالمجموعة الأولى زي ما قلنا، بداية المزاد على كل المجموعات الجوز 50 جنيه، بداية سعر المزاد زود، اكتب تعليق، وفي المجموعة الأولى وقول زود عن السعر اللي قبلك أو اللي أنا قلته. المجموعة الثانية يا جماعة فيهم جوز شباب عليه 5 و6، الجوز اللي هو واضح اللي حجمه أكبر ده، والجوز الزغاليل اللي هم اللي ورا دول، الجوزين إزازي برضو مش هنزود في سعر الحمام الكبير أو الشباب دي، برضو هنخليهم كلهم من سعر 50 جنيه الجوز بداية سعر المزاد. اللي عايز يقول لي كلمني، لو اللي ما سمعش برضو المجموعة الاولى الصوت ما كانش واضح، المايك كان واقع انا مش اخد بالي، برضو نعيد له تاني، سعر الجوز 50 جنيه وشرط الاستلام في دمياط، كل ده بداية سعر المزاد يا جماعة.
فدي المجموعه الثانيه، ونخش على المجموعه الثالثه. تنساش استناني ان نوريك في نهايه الفيديو عينات من الاهالي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمشتري، ربنا يبارك للبائع والمشتري. زي ما قلنا حمام خالي من الامراض اهو، اللي بيحب يشوف العين، هي بتبانش في الزغاليل الصغيره، بتبانش غير في الحمام الكبير، عشان تعرف ان ده شباب، وتقريبا هم هيبقوا ذكر وانتايا. الشباب دول تقريبا هتبقى دي نتايا، هم ما ظهروش لسه، لكن غالبا هتكون دي النتاية وده الذكر. انا يا جماعه اللي بيقول لي حمام كبير، انا ما ببيعش حمام كبير، انت بتاخد الحمام وهو صغير، يكون الحمام تجربه عندك، يكون رزقك يطلع اديك حمام كبير، يطلع حمام عطال، يطلع بيبيض بيضه واحده، يطلع اي حاجه. لا انصحكش انك انت تشتري حمام شغال، انا ببيع لك حمام شباب او زغاليل، لكن ما اصليش اديت لحد حمام شغال. اللي يقول لي حمام شغال اقول له لا، مش عشان انا بحب الحمام الشغال، عشان ما يقوليش ان انا غشيته في حاجه، فهو انت ورزقك. على فكره اللي انا بقول لك حمام كبير، الحمام ده ما شافش السماء، الحمام ده ما شافش الجو. انا مقفل على الحمام يعني شباك سلك اهو، ما عنديش غير الشبابيك السلك دي. الاوضه مغلقه تماما، فيها شبابيك السلك دي، والسقف متغطي زي ما حضراتكم شايفين، فما فيش اهو شبابيك فقط، لكن الحمام ما بيخرجش بره المكان ده. فخد الحمام وانت مطمن، وتعمل حسابك اللي هيطير منك مش هيجيني تاني. نخش على المجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه يا جماعه نفس الحكايه، بدايه سعر الجوز 50 جنيه. دول خمس زغاليل برضو اللون الاسود. ليه احنا قسمناهم؟ علشان برضو يكون ايه، اللي عايز جوزين واللي عايز ثلاثه يلاقي، مفيش حد يكون مضطر يعني. لكن برضو طبعا عشان وقت الفيديو انا ما بقسمهمش جوز بجوز، فانا بقول جوزين ثلاثه كده مع بعض يكونوا مجموعه عشان وقت الفيديو. يبقى دي المجموعه الثالثه، وبرضو بدايه سعر المزاد الجوز 50 جنيه. خش على المجموعه الرابعه. فيهم فرد صغير شويه، لكن زي ما قلت لك باقي 8 ايام على نهايه المزاد من وقت تصوير الفيديو. الفيديو هيتعرض يوم الاحد، هيكون قدامك 5 ايام تزود فيهم بس. لكن انا بصور الخميس على بال ما ننشر الفيديو، هننشره يوم الاحد، فمن الاحد للخميس قدامك وقت. وطبعا من وقت الفيديو هيكون الزغاليل دي كبرت كمان 8 ايام من وقت التصوير اللي انا بصور فيه دلوقتي. دي اخر مجموعه يا جماعه، المجموعه الرابعه. 3 جواز زي ما حضراتكم شايفين، برضو بداية سعر الجوز فيهم 50 جنيه. ملحوظة يا جماعة، الناس اللي هي مش عايزة تشتري بالمزاد، احنا نبيع له بعد المزاد. عايز يعرف الجوز 120 جنيه، سعر جوز الزغاليل بعد المزاد 120 جنيه، لكن وقت المزاد خلاص هم تعرضوا مع المزاد. اللي عايز يكتب على المزاد، مش عايز يزود استنى بعد المزاد يشتري من الموجود، لكن مفيش بيع طالما وقت المزاد ما انتهاش. يبقى الجمعة اللي عايز يشتري شراء حر، يبقى يوم الجمعة 11/6 يكلمني يشوف ايه اللي باقي يشتريه الجوز ب 120 جنيه خارج المزاد، لكن قبل المزاد في المزاد اثناء المزاد الجوز 50 جنيه، ويزود طبعا عن ال 50 جنيه وعن السعر اللي كتب تعليق قبله. يقرا التعليقات يشوف سعر الجوز وصل لكام، المجموعه اللي هو عايزها، يحدد المجموعه ويحدد السعر. يعني الميزه المزاد ان انت اللي بتحدد السعر مش انا اللي بحدد السعر. ميزه الحمام الزاجل يا جماعه اللي هو ده اللي لسه ما رباش لحم المبتدئين، اي حاجه، اي حد عايز يربي يبدا تربيه حمام، احسن حاجه ليه احسن من البلدي، يقدر يربي الزاجل. لو هتربيهم تاكل منهم احسن حاجة واحسن حجما واقل سعرا. يعني هقول لك انا عندي حمام لاحم، لكن ده اقل من سعر اللاحم. طبعا كلنا عارفين سعر اللاحم، ان شاء الله فيديو البيع الجاي هيكون حمام لاحم باذن الله.
لو انت عايز تشغل الزاجل كمان للتحضين لو عندك انواع غالية وعايز تشغل ده احسن حمام تتحضن منه، تحط له بيض الحمام الغالي يطلعه لك ويأكله ما شاء الله بيأكل كويس جدا، فهتاخد منه احجام زغاليل كويسة محترمة ان شاء الله. لكن البلدي انا ما انصحكش ان انت تربي البلدي، ده بديل البلدي وهو اعلى طبعا. ولو انت عايز تشترك في مسابقات لو انت غاوي في المسابقات الحمام الزاجل طبعا معروف في المسابقات. نخش بقى على عينات من الاهالي، ده عينات من الاهالي يا جماعة طبعا هيبقى كده عشوائي لان الحمام طاير في الغرفة مش محبس في عيون، فاحنا نشوف برضو على قد ما نقدر معظم الحمام اللي عندي. هنشوف بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. الفيديو القادم يا جماعة اللي هو الحمام اللحم ده الشباب في مجموعة شباب ان شاء الله نعمل لهم فيديو بيع لوحده. اقترح عليا، عايز منك ان انت تقول لي تحب تشتري اللحم بالمزاد ولا نبيعه بنقول السعر على طول. في ما شاء الله مجموعة كويسة من الشباب اللحم يكون اول شغلهم عندك، في اكبر حاجة فيهم 3 ريشات لخمس ريشات و7 و8، طبعا يكون اول شغلهم عندك. وطبعا كلنا عارفين الحمام اللحم بيشتغل من وهو على ريش، يعني ممكن يشتغل عندك وهو عنده 5 ريشات، لكن طبعا كل الغواء القدامى هيقول لك ان انت يستحسن ان انت تسيبه يكمل الريش، لكن هو بيشتغل مش هيقول لا، اشتغل وهو حتى عليه 5 ريشات. كده يكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.